شلون نحذف التقاطع اللي بينهم. ايوه يا سلام عليك والله انك فهمان انت حسين. يفهم حسون يا دكتور. ايه حسين ايش؟ سمخان. سمخان سمخان اه لا استاذ عاد الدرجة اسمه. طيب موجود اسكت ابو خميس. الان يا شباب ماتشيول يعني ما في تقاطع. نط ماتشيول يعني يوجد تقاطع. مش بكره بالاختبار تفهم هنا العكس. لانه بالاختبار بصيب كل مخ البسسي. 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 طبعا. ما يجي الا في الاختبار المشكلة دي. هاي مشكلته هو يعني ما بيكون متوفر الا في الاختبار. طيب ماشي. الان بقول لك determine which event are mutually exclusive and which are not. Getting an odd number and getting an even number. Odd number or even mutual ولا not mutual؟ Mutual. Mutual. يعني ما في بينهم تقاطع. Getting a three and getting odd number. Three. ممكن يكون odd number. Odd number. ممكن يكون منهم three. هذول not mutual. Not mutual. طيب getting an odd number and getting number less than four. طيب الاود نمبر اللي هم 1 و 3 و 5 والليس دان 4 اللي هم 1 و 2 و 3 في بينهم انترسكشن صح؟ معناته لا تماتش 1. Getting a number greater than 4 and getting a number less than 4. ماتش 1 ماتش 1 greater than less than شو المشكله فيهم؟ ماتش. طيب حلو. لا شو بفيدنا ماتش 1 ولا لا؟ بقول لك اذا سئلت عن الاور وهو ماتش 1 اجمع الاحتمالات جمع. ولكن اذا سئلت عن الاور كانوا نوت ماتشوال بدك تجمعهم وتطرح منهم التقاطع صح؟ صحيح صحيح. يلا الان نشوف هنا. شوف شوف بقول لك find the following probability getting odd number or number greater than 4. يا اخي شو هم؟ اسمع اسمع rolling a single die يعني الاود والاعداد نجيبها من الداي. الان الاود نمبر 1 و 3 و 5 صح greater than 4 5 و 6 في بينهم تقاطع ولا لا؟ في بينهم. يعني بتستخدم هذا القانون. ها هاي بدي اجيبه هنا عشان اعرفك انه لازم نستخدم هذا القانون. هاي قديش الـ getting odd number؟ ها ويساوي ثلاثة يا دكتور. قديش؟ 3 over 6 تمام بلس يلا number greater than 4 2 over 6 minus 1 over 6 اللي هو الـ 5 اللي بينهم صح ولا لا؟ صح. بتروح بتقول كم يساوي يا بوي؟ 4 over 6. وبتقول اذا بدك تختصرها كمان 2 over 3. حلو الكلام؟ حلو. الان getting odd number or getting number greater than 5. حلو. ال greater than 5 وال odd number هذول ولا بيشتركوا. معناته بدي اجيب هذا القانون واستخدمه هنا. ويساوي قديش الـ getting odd number 3 over 6 okay. plus 1 greater than 6. 1 over 6 ويساوي 4 over 6 ويساوي 2 over 3. سلامتك. ليش انا بقول ماتشوال ولا نوت ماتشوال؟ ها عشان احسب التقاطع اذا في. ايوه بالضبط. طيب الان نرجع هذا السؤال. شوفوه هذا السؤال اوكي شوفوه معي. محمد خميس يا ابوي سام 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 دكتور. اما السؤال بيجيك على شكل جدول زي هيك ها واما بيجيك بس زي هيك وانت بدك تحوله لسؤال لجدول. شوف هذا كيف بدي احوله لجدول. عندي نيرس وعندي فيزيكيان وعندي ميل وعندي فيميل. هاي ميل فيميل نيرس
فيزيكيا. هاي بدي اخذ الجدول هنا بدي اخذه كات واحطه فوق عند السؤال. الان السؤال هذا ما في جدول بس انت لازم تكون الجدول. اوكي. الان مين ونيرس؟ هاي بقول لك عندي انا 8 نيرس، معناته النيرس هنا 8 هاي، والفيزيكا عندي 5 كلهمها. عندي 7 نيرس and 3 physicians are female، يعني النيرس 7 والفيزيكا عندي هنا 3، معناته قديش ضال مين ونيرس؟ 1 عشان يصير مجموعهم 7 هنا 2. طب قديش المين؟ المين 3. ايش الفيميل؟ الفيميل 10. ايش كلهم؟ 13. حلو الكلام. تمام. بيقول لك بعد ما لخصت الجدول بقول لك find the probability that the subject is nurse or man. اي قانون بدك تستخدم؟ هل النيرس ممكن يكون ميل؟ هل الميل ممكن يكون نيرس؟ ايه في بينهم تقاطع. هيو ايه هذه شو اسمها الخلية هاي هي التقاطع ما بين الميل والنيرس. هذه الخلية هي التقاطع ما بين الميل والفيزيكيا. هذه الخلية هي التقاطع بين الفيميل والنيرس، صح ولا لا؟ صحيح. هذه الخلية تشكل بالنسبة إلى الميل، هاي الخلية تشكل بالنسبة إلى الفيميل، هاي الخلية تشكل بالنسبة إلى النيرس، هذه الخلية تشكل بالنسبة إلى الفيزيكيا. هذا المجموع لما يقول لك نيرس probability للنيرس، ها بدي أخذها هيك كنترول كوبي وأوجد لك إياها وأوريك كيف ممكن نوجدها. كنترول بي وهون بدي أقول لك insert، هلا أحول لي إياها مع عدلة فنان فلور ما شاء الله عليك. probability ها عندك شك ابو خميس؟ لا لا بالفنان فلور بكتاب بتصير probability للنيرس، ها بدي اكتبها كابتن لتر بلس probability لمين؟ مين؟ مين؟ ماينس probability للنيرس and ايش مين؟ ويساوي قديش probability للنيرس؟ بتروح على النيرس هيهم 8 over 13 بلس قديش الميل 3 over 13، ما إنك تقسم على الرقم الكلي صح؟ ماينس 1 over 13 ويساوي 7 over 13. خلاص هذا هو. اذا يا ابو خميس بكره يمكن يجيب لك سؤال زي هيك او يجيب لك جدول، وعلى الاغلب بنجيب جداول على الاغلب. يعني جاهز الحين جدول؟ والله انت حر. طيب نيجي هنا two events A and B are mutual. لا تمر عن هاي بدون ما تقول mutual معناته لازم انا استخدم هذا القانون، استخدم هذا القانون صح؟ بده ماتشيوال هاي بحطه هنا مكانها وبقول ها كنترول في وبحطه بالاحمر، كله هذا مكانه انه هذا المعنى الحقيقي للماتشيوال. مش المعنى الحقيقي اروح انا ادور عليه يا شباب بانه شو معنى ماتشيوال باللغه العربيه، لا معناته في اللغة الرياضيات والإحصاء، صح ولا لا؟ صح. الآن بقول لك if probability of A equal 0.4 probability of B equal 0.5 find A or B. طيب الـ A or B اجمعهم، صح ولا لا؟ صحيح. طيب ليش اتجرأتوا اجتمعتوا؟ لأنه هو قايل لي ماتش، صح ولا لا يا شباب؟ صحيح دكتور. ها يعني الماتش والله لا يوجد بينهم تقاطع صح؟ يا رجل والله انا صرت يعني يمكن صرت استحل من كثر ما رددتها. لا عشان والله يعني كررناها كثير
هذا يا ابو خميس جدول بحبه قلبك. جاهز. عندنا مين وكريمين وياس ولو. تمام؟ بس شو مشكلته؟ شو مشكلته ابو خميس؟ ما في توتن. ما في توتن. نشوف بعمل انسيرت هنا ولا رايت. حلو. كملك تحت. هاي. قديش التوتن هنا؟ 170 و70 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 السؤال. نعم؟ 500 اللي مكتوبة فوق مو للسؤال ولا؟ اي هسه بوريك ال 500 من وين بتيجي. لا مكتوبة. دقيقة بس مش التوتن التوتن للكل. اما انا بدي التوتال الان للفيميل وللميل وللنو ولليس هاي ال 500 ولا بتنحط يا اللي بتسال؟ الفيميل 260 260 170 و70 240 والفيميل قديش؟ 160 ولا 260 200 200 طيب هنا 73 و5 بصير 95 قيمة 5 حطها على جنب 160 165 صح؟ 165 صحيح وهنا يا سيدي بيظل 345 335 صح؟ 335 هذا احنا جبناه بكره بالاختبار اذا جاك جدول وما فيش فيه توتال مش يصير تقول لي من وين اجى وكيف اجى صح؟ تمام دكتور تمام؟ تمام قالوا الكلام الان يا ابوي بقول لك اف راندوم سيلكت اون كذا كذا ذا بروبابيلتي ذات سيلكت امين اور سي نو حلو ها بدي اعمل له كوبي واجي اكتبه هنا نفس القانون ذاك واجي اعمل له انسيرت مهازل عشان اقدر اتحكم فيه واقول له البروبابيلتي لا الميل or say no ويساوي probability لإيش؟ للميل صح؟ plus probability no minus probability للميل and فاهمين هاي انها and no يلا ويساوي الميل كم؟ الميل هذا هم 240 على 50 يا سلام 200 و40 على 500 بلس كم يا شباب 165 اللي قالوا نو اللي قالوا نو 165 على 500 ماينس 73 ايوه الان هي التقاطع الميل والنو على 500 ويساوي يلا اجمعوهم 42 2 قديش؟ اكثر دكتور ها 83 على 125 83 على 100 هذا بعد الاختصار ايه على 125 صح؟ ها. هذا بعد الاختصار ها دكتور هاي يا ابوي في سؤال شوي يعني يتحمل غباء شوي بس مش مشكله متعودين يا ابو خليل دكتور الحين احنا اخذنا الاحتمال انه يكون ميل واحتمال انه يكون بي اذا قال لي اور هذه جمع عرفنا انها جمع ممتاز بعد اور بدك تجمع وتطرح او تجمع اذا كانوا ماتشوال يعني ما بينهم تقاطع اجمعهم مباشره بس اذا في بينهم تقاطع لازم اطرح التقاطع طب دكتور سؤال كيف اعرف اذا تقاطعوا؟ يا اخي الجدول هذا مش مبين انه في ناس قالت ميل ولو في نفس الوقت؟ اي متقاطعين كذا متناغمين بالضبط بتعرف متى بكونش في تقاطع؟ لما تكون خليه من الخلايا صفر نعم بتعرف شو معنى 73 هذول؟ هاي اللي بدنا نحطها بالاحمر بتعرف شو هم هذول؟ هذول ميل هذا اللي ميل وقالوا نو بنفس الوقت يعني ميل اند نو تمام بتعرف هذول ايش مين هم هذول؟ هذا بدي الون لك اياه بالاحمر يلا ها شو هاي؟ مجموع اللي قالوا يس استفهام هذول مجموع اللي قالوا يس ميل وفي ميل بس قالوا يس مضبوط ولا لا يا ابوي؟ مضبوط طب هاي
167 168 شو هاي؟ هذه الفيميل اللي قالوا يس. هذول الفيميل اللي قالوا يس، يعني الفيميل اند يس. صح يا شباب؟ صح صح صح. الان يا شباب هذا الجدول، ها شوف هذا الجدول راح يجيك عليه اسئله. الان انا بدي اقول لك كنترول كوبي، هاي كنترول بي، هون بدل الاور راح يقول لك اند. هذا السؤال الان هي نقطه التقاطع. الان راح يقول لك ها بدل الاور، اسمع شو بده يقول لك. نو ايش؟ نو لا 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 هذا جيب من ذات. تعرفوا هالجيب من ذات؟ لا ديك يعني الجواب احتمال الشرطي، يعني لازم يقول لازم ميل ونو. given that اقسم على اللي اقسم على اللي بعد اقسم على اللي بعد given that. نعم اصلا احتمال الشرط راح يجي يعني 73 على 500 بس 73 على 500 لا يا ابو 240 73 على 240 اللي هم الميل الميل اللي قالوا ايش given that ميل نو 73 على 165 بس خليها الان given that. بس هاي تخيل الجدول هذا بيجي عليه اور واند وgiven that. احنا الgiven that كل سنه حكينا فيها، استنى نروح لها المحاضره هذه. ماشي يا شباب؟ ماشي ماشي يلا اتركوا هاي وهاي تركناها. شو نروح نجيب؟ تسعه الماي اللي هي اخر واحده صح؟ صحيح. حلو هنا عملت شير معقولة لسه؟ عملت يعني شايفينها؟ ايه الآن قلنا الماتشيول بيسألك عن اور. الآن في عندنا شيء اسمه independent event. independent event شو يعني independent event؟ بيأثر يعني مستقلات. مستقلات يعني الحدث الأول لا يؤثر بالحدث الثاني ويلخص عنه replacement without replacement إذا بسحب كرات. وأشهر مثال على الاندبندنت والاندبندنت هو عبارة عن سحب الكرات. بيجي بيسألك بيقول لك ما احتمال تكون الثانية حمراء؟ قل له دقيقة أنت بترجع الكرات ولا ما بترجع الكرات؟ قال لك إذا برجع الكرات معناته هذا اندبندنت، وإذا ما برجع الكرات معناته هذا إيش؟ ديبندنت. الآن شو بفيدنا الاندبندنت؟ لما تسمع كلمة A and B اندبندنت معناته B and A equal probability لل A time probability لل B حاصل ضربهم. حلو الكلام؟ حلو حلو الكلام. طيب الآن هنا بقول لك A coin is flipped. حلو هاي تجربة. And a die roll. هذول تنتين تجربتين. هل واحدة بتأثر على الثانية؟ لا. حتى نتيجة الأولى لا. بتأثر على نتيجة الثانية؟ لا. لا، إذا هذول اندبندنت. بقول لك find the probability of getting hit on a coin and ما قال لك or and for in the die. حلو، قديش الهيد in the coin؟ 1 over 2 صح؟ صح. صح. و for in the die قديش؟ 4 over 6. 1 over 6. فبتقول probability هو 1 over 2 time 1 over 6. ليش ضربتهم؟ لانه هذول اندبندنت ما بياثروا ببعض. حلو الكلام؟ حلو هذا مثال. بكره الصبح راح تشوف زيه بالاختبار. ايرين كونتين 3 ريد بس مش نفس 3 ريد و 4 ريد، يمكن يختلف الاعداد. 3 ريد بولز 2 blue balls and 5 white balls. A ball selected and it is color noted. سجلنا. Then it's replaced. رجعناها. A second ball is selected and color note. كمان سحبنا كرة ثانية وسجلنا ورجعنا. Find the probability for each these. Select two. هذا السؤال اللي بيجي. هذا هو. مش اللي مظلل لتحت. اللي مظلل لتحت هذا تفسير. Selecting two blue balls. شو معنى selecting two blue balls؟ يعني الأولى blue blue and
السكند بلو هاي كتبت لك اياها probability من الفيرست تكون بلو تايم السكند تكون بلو. طب ليش ضربناهم؟ لانه احفظ وافهم واللي قدام الورقه يسجل. هنا independent event سحب الكره الاولى لا يؤثر على سحب الكره الثانيه. طيب قديش احتمال البلو الاولى؟ 2 over 10 والثانية نفس الاحتمال 2 over 10 اضربهم بطلع 4 over 1 هذا. طيب يلا هنا شو نعمل؟ هاي بتنقل الإجابة. هنا بقول لك selected one blue ball and then one white. يعني هنا blue وهنا الاثنين هذا خمسة دكتور. white بتصير 2 over 10 والوايت هم 5 over 10 صح ولا لا؟ 10 over 100 اللي هي عبارة عن 1 over 10 صح ولا لا؟ هنا شو بده يصير؟ بده red and blue هاي red and blue وهاي red هنا white بنحط هنا عشان ما حد يقول خربطنا. هنا red وblue الريد كم؟ 3 over صح؟ صح. تايم 2 اوفر بتصير 6 اوفر 100 100 اللي هي 3 اوفر 50. حلو يا شباب؟ الحلو. الان بده يصير نفس الصندوق لكن السحب ود يعني لا ريبليسينج ات ما بنرجعها معناته سحبه الكره الاولى تؤثر على الثانيه صح ولا لا؟ يعني لازم اعرف الاولى عشان اعرف الثاني صح؟ عشان اعرف احتمال الثاني. فهنا نفس السؤال شوف selecting two blue balls. طيب حلو يعني الفيرست تكون بلو والثاني تكون بلو بس condition that او given that ان الفيرست بلو عدم الارتياح. ايوه فشوف شو صارت probability لا بلو and بلو equal probability للبلو time probability للبلو given that blue given that. ليش given that؟ لأن الكرة الأولى بتأثر. فشوف هنا شو صار الفرق. لاحظ هنا عن هنا هنا 2 over 10 time 1 over 9. ليش صار 1 over 9؟ لأن ما رجعنا الكرة الأولى. طب شو الكرة الأولى كانت؟ كانت برضو بلو فالبلو نقص والكل نقص صح؟ صح. طيب معناته هنا نقول كنترول كوبي نجيبها هنا او بلاش نجيبها هاي كنترول كوبي ونحطها هنا. شو الفرق؟ الفرق هنا بده يصير كونديشنال ها كونديشنال بلو صح ولا لا يا شباب؟ 2 اوفر 10 على 5 اوفر 9 وبتصير 10 over 90 بتصير 1 over 9 صح ولا لا؟ صح. شفتوا شو الفرق؟ الأخيرة طبعا الثاني بده إياها تكون ريد 1 على 5 أيوة 1 على 9 بس هون بدك تضيف شغلة هيها إنه الأولى شو تكون؟ ريد صح ولا لا؟ 3 على 10 وهنا كم بده يصير؟ على 9 الاولى الاولى ايش بدي اياها؟ ريد اند الثاني شو بده يكون؟ بلو صح؟ الريد هي يعني بس 2 على 9 2 على 9 صح هذا الفرق بس بتصير 6 على 90 شايفين يا شباب؟ شايفين ماشيين معنا؟ طيب هاي قوي تفضل. في نقطة ما فهمت اللي هو آخر واحدة ليش ما لقيتنا الاثنين؟ لا ما هي أصلاً هذول كرتين مختلفات. أوه يعني مختلف عن ال يعني. هو بقول لك ريد وبلو ريد وبلو اللي نقص الكلي البلو ما نقص. إيه. الأولى شوف كيف البلو. اطلعنا كرة وخلناها معنا فالبلو نقص والكل نقص فعشان هيك صارت 1 over 9 بناء على 90 ايوه 1 over 9
صح ولا لا؟ صح. ايوه حلو الكلام. طيب نروح هنا، هذا الكونديشنال بروبابيلتي اللي انا حكيت لكم عنه اللي بيجي عليه سؤال على الجدول، انه بروبابيلتي لبي كونديشنال اي ايكوال بروبابيلتي لاي اند بي على بروبابيلتي لاي، ودائما يقسم على ما بعد الكونديشنال. واللي كان يسالني امس وجاب لي السؤال محلول غلط، قلنا له اقسم على ما بعد الكونديشنال. تمام تمام تمام. هذا جدول، هذا الجدول لا تستغرب يجيب لك عليه اور واند، وهي السؤال given that. تمام تمام واضح. خليني انا اخذ هذا القانون كنترول كوبي. ابو خميس الشباب الان بيقول لك عندك ميل وعندك فيميل وناس قالت يس وقالت نو ومجموعهم 100 صح ولا لا؟ صح. يقول لك ريسبونس انسر يس. ها شوف ها يس جيفن ذات فيميل، مباشره بقول يس اند فيميل اوفر فيميل اوفر بروبابيلتي للفيميل، وبكتب يساوي هنا، وبروح بجيب القسمة ماني على 50، أو بجيب كمان عشان أوريكم كيف الأصل. هنا قديش الأند ما بين اليس والفيميل؟ اليس والفيميل 8 ماني على 40 على 5 على 100 على 100 100. وهنا برضو قديش احتمال الفيميل؟ 50 على 100 على 100. كأنك بتقول انه 100 مع 100 الله يسهل امرها بيظل الاجابه 8 واحد على 50 على 50، وروح اختصرها على 2 على 2 بتساوي 4 على 25. هذا اللي كانت بلمع. يا سلام محمد الغامدي إجابة النهائية 8 على 50 تراها حلو. طيب بصير إلك الحرية، استخدمت القانون ما بدي أغلط. إلك الحرية. الآن بقول لك the response was main given that no. طيب بدي أخذ نفس الكلام هنا، ها كنترول كوبي هاي هي. بده أبو خميس main given that no. No أو yes أو male. ها male and no على مين؟ على no. قديش الآن بين الميل والنو؟ 18 على 100. هاي والنو نو 60 على 100. وكم بتصير هنا؟ 18 على 60. حلو الكلام؟ حلو حلو الكلام. تمام. الآن هذا جدول نفس الشيء. بيقول لك خلنا ناخذ برضو هذا ما هو عندنا، اوكي هسه بنحط. نقول هيك كنترول بي. الآن بقول لك عندنا ميل وعندنا فيميل وعندنا نون سموكر وسموكر وقديش المجموع و و و كل هاي التفاصيل صح؟ شوف شو بقول لك نون سموكر given that ميل. كنترول كوبي بدي احطها هنا هاي يساوي شو بده؟ سموكر بده يا سيدي نون سموكر نرمز لها هيك و ميل. حلو؟ حلو نون سموكر و ميل اند ميل على الميل. قديش النون سموكر والميل؟ 135 على 428 على بروبابيلتي للميل 209 على 428 صح؟ 230 على 230 35 على 209
ما تقول لي ليش ما اخذتها مباشره، بقول لك انه انا بدي استخدم القانون، انا اوضح للقانون. ها في غير هيك كلام يا شباب؟ ابدا ابدا. طيب نيجي هنا بقول لك اف اي اند بي يساوي فايند بروبابيلتي لا اي كونديشنال بي اند بي كونديشنال لا اي. حلو، شو في صعوبه هاي فيها؟ بروح بجيب من القانون تبع الكونديشنال هاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي وبنحطه هنا. شو بقول لي هيك؟ ممكن بنت بروبابيلتي للبي كونديشنال اي. الاند كم؟ بقي الاند 0.1 على البروبابيلتي للاي كم يا شباب؟ 0.3. وكم يساوي يا شباب؟ يساوي 1/3 بالضبط. كلمتكم بده probability للA، probability للA conditional B ولا شيء. بس القسم شو بتفرق هنا؟ B على B وين يساوي؟ شو بدك تقول؟ نص راح تطلع. هي راح تطلع نص يعني بالاخر، بس خلينا احنا نجيب كسر عشان الشباب الطيب. هذه كم راح تطلع؟ 0.1 وين راح؟ ما في 0.1 اللي هو الانترسكشن على 0.2 ويساوي نو 1/2. سلامتكم. حلو الكلام؟ حلو. جميل جدا جدا. طيب خلينا نشوف السؤال كيف نقرأه. بقول لك اف اي اند بي اندبندنت ايفنت. اوبا اندبندنت ايفنت. حلو، شو يعني اندبندنت ايفنت؟ يعني ضرب انه حاصل ضربهم يساوي الان تبعهم. صح صحيح. يعني كانك بدك تروح فوق على راس المحاضره وتجيب لي هالقانون ها كنترول كوبي ونجيبه. طبعا هذا بمخك تكون انت تجيب كنترول كوبي وكنترول. صح ولا لا؟ صحيح. ما يحتاج نعم بدون كنترول لطول. انتم بدون كنترول اكيد بده الاي ان بي. بتروح بتقول له يا سيدي هذا يساوي او خلي نعمل انتر عشان انا ما عندي انترسكشن. صح بتقول انه بوينت 01 هي اللي راح تساوي بوينت 02 تايم البروبابيلتي للبي. صح ولا لا؟ صحيح. ومنها راح تقول انه بروبابيلتي للبي ايكوال راح يساوي 0.1 قسمة 0.2. صح؟ صح. سوري هنا جاية ما يفرق. ما توقع انه يفرق لانه ضرب. لا هو مش راح يفرق، بس احنا بدنا انتبه نضبط له الامر. ويساوي 1/2. حلو الكلام؟ حلو. شوف السؤال هذا انتبهوا عندي يا شباب، هذا مهم. هو طالب منكم الكونديشنال صح؟ عادي عندنا قانون الكونديشنال صح؟ ايه هاي ويساوي بدي اروح اجيب القانون تبع الكونديشنال من فوق هاي. صح ولا لا؟ صحيح. انا اجيبه كله كنترول كوم وانزل هنا هنا واقول هو بده مني اعمل كوبي
الآن ما يساوي شباب بما أنهم إنديبندنت، مش هذا هو حاصل الآن؟ إيه إيه. أنا بروح بقول إنه هذا يساوي كم عندها؟ 0.1. لا دقيقة. هذا يساوي هيك حاصل ضربهم كنترول في على بي probability بي لن ايه يا حرام. هو بده ايه ولا بي؟ اسف، هو بده ايه conditional بي صح؟ هاي ايه وهاي بي وممتازين اللي قالوا، وهاي بي يسي وهاي هنا بي. حل وين يساوي؟ ألا إحنا بنشطب الكم البي مع البي ولا لا؟ ظل يساوي probability لل A ويساوي 0.02. ولو قسمته مع بعض راح يعطيك هذا الجواب. نفس الشيء. بس شو الاستنتاج اللي أنتوا استنتجتوه؟ استنتجتوا القاعدة هاي. إنه إذا كانوا إنديبندنت عندنا نختصر. لا أسف، لو كانوا إنديبندنت ضللها كلها تساوي مباشرة probability لا A. طب لو بده منك probability لل B conditional A قديش راح تطلع؟ probability of B بس، هذا اللي بتنية. حلو الكلام جدا. الآن بقول لك a coin tossing three times find the probability of getting at least one ten. getting يعني at least one ten أقل شيء يا one يا two يا three، هذا هم كلهم صح؟ صح. احتمالهم 8 على 7 صح؟ أو بتقول هو one minus probability للتيل تيل تيل اللي هو one over eight، بطلع 7 over eight صح؟ صح صحيح. يعني هاي ابو كيف ايد ايد كيف اظن ايش ما عدتهم كم يا حبيبي؟ اوكي يعني الدكتور قص اللي فيهم تل كلهم يعني. ايوه at least one tail هي تساوي one minus ها probability ال او الايش التيل اب الاول مالهم هيد لانه هو بده التيل. اسف انا لانه هنا بده التيل الاول هيد يعني تساوي 1 minus probability للهيد هيد هيد هاي كم تساوي 1 minus هيد 1 over 8 ويساوي 7 over 8. الصحيح هذا السؤال سهل لأنه نقدر نعده، بس هنا 5 times تقدر تكتب 32 outcome؟ لا لا، معناته كيف بدك تجيب القانون؟ شوف عندك 32 انت تعرف عددهم صح ولا لا؟ صح. probability at least one tail هي minus the all head اللي هم بصيروا 5 head head صح؟ اللي هي 1 minus 1 over 32 ويساوي 32 ويساوي 31 over 32. لاحظ كيف كتبتها بدون ما أنا أكتب الـ 32 صح ولا لا؟ صحيح. شوف كمان لعبة الاتموست a coin to sink 6 times find the probability of getting at least one head و at most 5 head. at least one head معناته يا إما one head two head three head four head five head six head صح ولا لا؟
معناته هي probability لمين؟ قديش عددهم هذول يا شباب لما يكون 6 كوين؟ 64 صح؟ at least one hit صح؟ مش هيك بده السؤال؟ الاول يكون تيل يعني كل الست يكونوا تيل 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 اي 4 5 6 ويساوي 1 على كم 64 ويساوي 63 اوفر 64 صح يا شباب فهمتها بدون ما انا اكتب الان اتموست ها كنترول كوبي بده اياها اتموست خليني احط اياها في المعادله واقول لك شو يعني اتموست بده البروبابيليتي للاتموست 5 هيد شو يعني اتموست 5 هيد يا شباب؟ يعني يا زيرو هيد صح؟ يا زيرو هيد يا 2 هيد يا 3 هيد يا 4 هيد يا 5 هيد بس مظبوط معناته هي 1 ماينس probability انه 6 شو يكونوا هيد معناته هي تساوي 1 ماينس ايش 1 اوفر 64 ويساوي 1 60 ايش 3 اوفر 64 دكتور سؤال تفضل يا ابوي الحين كيف طلعت السامبل سبيس اللي هي 64؟ اضرب يا سيدي عندي انا 6 كوينز 2 تو ذا باور 6 2 تو ذا باور 5 صح ولا صح صح مش قلت لكم هذا قانون مهم؟ هي اهم لا بس تمام ها سجلوا ملاحظات معكم هاي الاوراق ولا مش قدامكم؟ هلا قدامكم قدامكم ها يا ملي لعله خير نقرا هنا في عندك الايتم سول والفريكونسي زيرو الفريكونسي لها 8 يعني 8 مرات كرر ما باعش ولا حبه لما بعنا حبه كان 10 مرات يعني زي ما تقول 10 ايام بعنا فيهم 1 ايتم 8 ايام بعناش فيهم ولا شيء 3 ايام بعنا فيهم شغلتين وهكذا بقول لك find a probability that she sells at most one item فهمني شو معنى at most لما باع ولا item او باع item واحد يا سلام عليك قديش احتمالهم هذول 8 زائد 8 زائد 10 على المجموع الكلي يعني 18 على 23 صح على صح. كم على لا على 24 لانه التوتال للفريكوانسي هنا كم هذا التوتال؟ 10 24 24 بلو هنا 24 صح؟ صحيح ايوه هذا التوتال كريت هذا التوتال اذا كانك بتقول at most هو يساوي 80 over 24 هذا واضح يا شباب واضح هذا المحاضرات الأربع دكتور تحفظ صحة العافية دكتور ما قصرت والله دكتور نحفظه ليش؟ فيديو فيديو عشان هذا مين سجل تسجلته؟ لا مين اللي بيسجل؟ حد بيسجل؟ ما حد بيسجل بيش. خلاص شو بدكم تسجلين؟ خلاص بيصلي مثلا؟ ما والله عندك هذا صوت والله عندك يا ولا يهم فهمتوا شو؟ واحد يسجل دكتور اي والله خلاص واحد سجل يودي لي اياه طيب يلا نسجل يا دكتور بدي ارسل لك رسالة اذا بحطها في الجروبات ان شاء الله يلا يلا ناخذ حضور وغياب يلا توكل على الله يعطيك العافيه موفقين
جروب كويس. ناخذ درجات. اسمعوا، في نزلت انا تلخيص قوانين الاحتمالات، طلعوا عليها. يلا يعطيك العافيه دكتور. عافاك، يعطيك مره ثانيه. هلا يا شباب، يعطيك العافيه دكتور. هلا والله، اهلين بالشباب. يعطيك العافيه دكتور، ما قصرت. الله الله يعافيك.